السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبر والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملا بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى آية من كتاب الله تعالى ونتدبر ما فيها من بشائر عظيمة. قال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال ابن كثير رحمه الله: بعكس هؤلاء الأشقياء فإنهم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر، مع التوبيخ والتقريع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. قوله تعالى في جنات، الجنات جمع جنة، وهي البساتين الجامعة للأشجار، وسميت جنة لأنها تجن من فيها، أي تستره لكثرة أشجارها وأغصانها، والأنهار تجري من تحت هذه القصور وهذه الأشجار، وهي على عدة أصناف. ذكر الله جل وعلا بقوله: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أي عند مالك الملك سبحانه الذي هو مقتدر على تنفيذ ما يريدون ويشتهون، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. أيها الإخوة الأفاضل، من فوائد الآيتين الكريمتين: أولاً أن التقوى سبب لنجاة العبد في الدنيا والآخرة. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وقال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثانياً أن كلمة جنات جاءت بصيغة الجمع، وهذا يدل على أنها أكثر من جنة، كما جاء في صحيح الإمام البخاري أن أم حارثة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن حارثة قتل أو استشهد في غزوة بدر، أتاه سهم طائش فقالت: يا نبي الله أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان في غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك أها بنتي، إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. ثالثا أن في الجنة أنهارا، ولكنها تختلف عما في الدنيا اختلافا كبيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا، ليس في الجنة ما يشبه في الدنيا إلا الأسماء، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، واقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رابعا في قوله تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، قال القرطبي:
أي في مجلس حق لا لغو فيه، كما قال سبحانه: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. خامسا من فوائد الآيتين الكريمتين قدرة الله تعالى العظيمة. قال سبحانه عن صاحب القرية: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن آخر من يدخل الجنة من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، يقول الله جل وعلا له: لك الدنيا ومثلها معها. ثم إن الله جل وعلا يقول له: لك الدنيا، وفي رواية: لك مثل ملك، مثل ملك ملك من ملوك الدنيا، وعشرة أمثاله معه. فيقول هذا الرجل: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول الله عز وجل: لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته أنا الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.